بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات فرع الجبر. النهاردة هناخد أول مراجعة، هنتناول فيها مراجعة على الوحدة الأولى وموضوعات الوحدة الأولى اللي سبق درسناها، وهي على العلاقات والدوال. أهداف درس اليوم أن يتذكر الطالب ما سبق دراسته من موضوعات الوحدة الأولى، أن يحل تمارين وتدريبات متنوعة على العلاقات والدوال، أن يتعود على شكل ونمط الامتحانات، ثم تقدير جهود العلماء الرياضيات في خدمة التقدم البشري. السؤال الأول بتاع النهاردة بيقول لي إذا كانت س زائد 5 و 8 يساوي الزوج المرتب 1 و صاد نقص 2، فإن س هنا في الحالة دي هتبقى بكام و صاد هتبقى بكام؟ تعال نشوف السؤال ده تاني. لو أنا عندي س هنا، أنا دائما المسقط الأول بيساوي المسقط الأول، يبقى أنا عندي المسقط بتاعي س زائد 5، المسقط الأول هنا هسويه بالواحد، يبقى كده هقول س زائد 5 يساوي 1، س زائد 5 يساوي 1، وبالتالي الخمسة تروح الناحية الثانية، يبقى س كده هيساوي 1 ناقص 5 يعني هيساوي سالب 4، ثم المسقط الثاني الثمانية هيساوي صاد ناقص 2، أي أن صاد ناقص 2 هيساوي 8، وبالتالي الاثنين هتروح الناحية الثانية كده هتبقى موجب 2، يعني صاد هيساوي 8 زائد 2، وبالتالي صاد هيساوي 10، يعني أنا عندي الحل بتاعها هيساوي سالب 4 و10. نفس الحل إذا كانت س ناقص 1 و11 هيساوي 8 وصاد زائد 3، فإن جذر الس، طبعا الجذر هنا طويل، جذر س زائد 2 صاد هيساوي، طبعا انا هساوي المسقط الاول بالمسقط الاول، في الحاله دي س ناقص 1 هيساوي 8، يبقى س ناقص 1 يساوي 8، وبالتالي الواحده عدل الناحيه الثانيه تبقى موجب 1، يبقى كده عندي س يساوي 9. طيب يبقى انا هنا س يساوي 9، كمان الناحيه الثانيه هنا 11 يساوي ص زائد 8 3، يعني ص زائد 3 ب 11، وبالتالي 3 تعدي الناحيه الثانيه هتبقى ص هيساوي 1 ناقص 3، يعني ص هيساوي سالب 2. طيب بالتالي انا عندي س هيساوي 9 وص هيساوي سالب 2، هي نعوض انا في الداله بتاعتي، عفوا كده ص زائد 3 يعطي 11، دي ص هيساوي 8 في الحاله دي هنا، وبالتالي عندي انا س يساوي 9 وص يساوي 8، وتيجي نعوض عليهم هتبقى الجذر التربيعي، س عندي ب 3 س عندي ب 9 زائد 2 في 8، يعني 2 في 8 2 في 8 في 16، و9 هيساوي جذر 25، وبالتالي هتطلع 5، يبقى انا عندي الاجابه بتاعتي 5. طيب نتناول حل المساله دي مره اخرى. يا ما يديني مسألة بالهيئة دي، أنا عندي هنا س، س ناقص 1 هيساوي 8، وبالتالي أقول س هيساوي 9. طب الناحية الثانية هنا عندي ص زائد 3 هيساوي 11، وبالتالي ص هيساوي 11 ناقص 3 يعني هيساوي 8. طب لما أجي أعوض هنا على القيمة بتاعتي هتبقى الجذر التربيعي س ب 9 و2 ص ب 16 2 في 8 يعني، يعني هتبقى الجذر 25، وبالتالي الحل بتاعي هتبقى 5. طيب تعالى ناخد مساله ثانيه، بيقول لي هنا اذا كانت 2 س و4 يساوي 8 وص زائد 1، فان س برضه نفس الحكايه، هبقى الجذر التربيعي الس تربيع زائد ص تربيع، انا عندي 2 س ب 8، يبقى 2 س هنا اسويها بال 8 وبالتالي س ب 4، كمان هنا هساوي ص زائد 1 ب 4، ص زائد 1 ب 4، وبالتالي ص هيساوي 3، يبقى انا عندي قيمه س وقيمه ص. هاجي اجيب الجذر بتاعي، الجذر التربيعي س تربيع يعني 4 تربيع اللي هي ب 16، وعندي 3 تربيع اللي هي ب 9، برضه هنلف وندور مع الجذر ال 25 اللي هي تطلع برضه، يبقى كده القيمه بتاعتي ب 5. طيب هنا بيقول لي اذا كانت س ناقص 2 و4 هيساوي 5 وس زائد ص، في الحاله دي انا هسوي المسقط الاول اللي هو س ناقص 2 هسويها ب 5، يعني س ناقص 2 ب 5 كده س ب 7، عشان 7 ناقص 2 ب 5 يبقى س يساوي 7. نيجي هنا س زائد ص يساوي 4، يعني ال 7
ونحط عليها صاد تبقى 4، يعني هتبقى طرح صاد ناقص 3، يعني كده صاد هيساوي 4 ناقص 7 يعني يساوي سالب 3، وبالتالي انا عندي س ب 8 تمام، وصاد بسالب 3، وبالتالي هتبقى س 8 ناقص سالب 3 تمام. يبقى كده الاجابه بتاعتي س زائد صاد، بس يبقى س زائد صاد ب 4، يبقى كده انا اساوي س زائد صاد ب 4، وبالتالي هتبقى 7 كده تمام مظبوط. كده احنا قلنا دي 7 كده تمام مظبوط، يبقى كده عندي 8 ناقص ناقص 3 هيساوي عذرا كده صاد 3 بكام؟ صاد 3 بسالب 3 كده يطلع ب 11، يبقى الاجابه هنا 11. تعال نشوف سؤال ثاني، بيقول لك النقطه 4 وسالب 3 تقع في انهي ربع؟ انا عندي الارباع بتاعتي اربع ارباع، موجب موجب طيب، وبعدين الربع الثالث سالب سالب بفكركم به، وبعدين الربع هنا هتبقى س هي السالبه سالب موجب تمام، وعندي اخيرا موجب سالب. يبقى النقطه الاولى النقطه دي موجب سالب تقع في الربع الثالث. طيب اذا كانت النقطه س ناقص 2 وصار الربع الرابع، اذا كانت النقطه س ناقص 2 إذا كانت النقطة س ناقص 2 و س ناقص 4 تقع في الربع الرابع، فإن س بكم؟ تعال نشوف مع بعض كده. أنا عشان تقع في الربع الرابع لازم الإجابة بتاعتي دي تبقى موجبة، القوس الأول موجب والقوس والمسقط الثاني سالب، وبناء عليها هبدأ أجرب فيهم. أنا لو أخذت صفر مثلا، صفر سالب ناقص 2 هتبقى سالب 2، وسالب 4 دي في الربع الثالث مش هتنفع معي، أنا عاوزها تقع في الربع الرابع. طب لو أخذت الواحد، 1 ناقص 2 يبقى سالب 1، و1 ناقص 4 سالب 3، يبقى كده ودي تقع في الربع الرابع مش هتنفع معي. طب لو اخذت س ب 3، 3 ناقص 2 في الحاله دي هتبقى 1 تمام، يعني موجب طيب، و3 ناقص 4 سالب 1، والنقطه دي موجب سالب تقع في الربع الرابع، وبناء عليها اختار القيمه اللي ج هيساوي 3. النقطه ألف وب تقع في الربع الثالث، فإن ألف ضرب الب تقع في الربع الرابع، معلش تقع في الربع الرابع، الربع الثالث عفوا، تقع في الربع الثالث، يبقى أنا عندي الاثنين بالسالب، بناء عليه ألف قيمة سالبة وباء قيمة سالبة، يبقى سالب في سالب يدي موجب، يبقى ألف في ب أكبر من الصفر. طيب إذا كانت النقطة س تربيع ومقياس الصاد هيساوي 9 و2، وكانت صاد س وص تقع في الربع الثالث، فإن س زائد ص هيساوي كم؟ يقول تاني س تربيع هيساوي 9، وبالتالي س ليها قيمتين، يعني ممكن تكون س هيساوي موجب أو سالب 3. طيب ص برضه مقياس الص يساوي 2، وبالتالي ص ليها إجابتين، ممكن تكون معاي موجب أو سالب 2. طيب يبقى أنا في الحالة دي هشتغل على إيه؟ اشتغل على اللي هو قال لي عليه، انا قال لي دي ان دي النقطه دي تقع في الربع الثالث، وبناء عليه هاخد معايا الربع الثالث بتاعي، يعني كده انا عندي عندي ص هيساوي موجب او سالب 2، يبقى انا هشتغل على الربع الثالث اللي هو فيه سالب سالب، بالتالي هاخد القيمة يبقى قيمة س هيساوي سالب 3، وقيمة ص هيساوي سالب 2، يعني س زائد ص هيساوي لما يجيب هنا سالب 3 سالب 2 يعني سالب 5 مع بعض. طيب تعال نشوف، إذا كانت النقطة ألف و5 تنتمي إلى محور الصادات، ولما تنتمي إلى محور الصادات نضع س يساوي صفر. يبقى كده ايه؟ س يساوي صفر، فإن أ هيساوي صفر. يبقى كده أ هيساوي صفر. النقطة البعدية إذا كانت النقطة 5 و ب ناقص 7 تنتمي إلى محور السينات. تنتمي إلى محور السينات، يبقى النقطة دي كلها بصفر، وبالتالي ب هيساوي 7، عشان تبقى 7 ناقص 7 يساوي صفر. وبالتالي قيمة ب هيساوي 7. طيب إذا كان 3 و5 تنتمي إلى الزوج المرتب 3 و4 ضرب الزوج المرتب ضرب المجموعة س و8، وبالتالي س هنا بيقول لي الزوج المرتب 3 و5 تنتمي إلى المجموعة 3 و4 ضرب المجموعة س و8، وبالتالي س هنا هتكون كام؟
يلا كده انا عندي الثلاثه والخمسه، طبعا الخمسه نقطه مش موجوده هنا، يبقى سين هيبقى بخمسه. وتعال نشوف اذا كانت سين هيساوي المجموعه ثلاثه وصاد يساوي المجموعه خمسه، فان سين ضرب صاد هيساوي ننسى شيء، لازم يكون في قوس مجموعه، وبعدين حتى لو كان فيها زوج واحد مرتب اللي هو الثلاثه والخمسه. وهو هنا في السؤال بيديني الثلاثه والخمسه مره بقوس مجموعه ومره من قسم مجموعه، طبعا انا اخذها اللي هي قوس المجموعه الثانيه. تعال نشوف اذا كانت نون س هيساوي 2 ونون ص هيساوي 3، فان نون س ضرب ص يعني عدد عناصر س 2، انا س دي مجموعه مكونه من عنصرين وص مجموعه مكونه من ثلاث عناصر، وبالتالي العنصرين ايا كانت واحد واثنين مثلا، الواحد هتكرر ثلاث مرات مع الص وص هيبقى فيها ثلاث عناصر، والاثنين تكرر ثلاث مرات، وبالتالي عدد عناصر نون س ضرب ص هيساوي 2 في 3 يعني هيساوي 6 تبع القانون. برضو اذا كانت س فيها عنصرين فان نون س 2، س 2 يعني ايه العنصرين هيتاخدوا مع عنصرين ثاني يبقى 2 تربيع اللي هي ب 4. طيب اذا كانت نون س 2 يساوي 9 يبقى نون س هيساوي جذر 9 اللي هي 3. طيب نون س ب 5 ونون س ضرب ص ب 15، طيب انا عاوز اعرف الخمسه دي هتضرب في الكام تديني 15 عشان يطلع 15 زوج، طبعا 5 في 3 وبالتالي عدد عناصر ص ب 3. طيب لو نون س 2 ب 9 عرفت ان س بكام؟ ب 3. طيب وعرفت كمان ان ص ضرب ص س ضرب ص ب 6 وبالتالي ص يبقى كده ص ب 2، وبالتالي هو عاوز الاثنين مرتين، الاثنين تربيع هتبقى ب 4. وتعالى نشوف اذا كان س ب 7 وص ب فاي، طبعا فاي مجموعه خاليه فبالتالي ما فيش عناصر هتطلع معاي، يعني عدد عناصر س ضرب ص يساوي صفر، ما فيش ولا عنصر. طب مجموعه صور كل عنصر من عناصر المجال تسمى، يلا نفتكر مع بعض، طبعا انا ايه عندي الرسم بتاعي، يعني انا عندي كده لو دي س ودي ص وهنا كان واحد واثنين وهنا ثلاثه واربعه وخمسه، الواحد تطلع على الاثنين مثلا، الثلاثة والاثنين على الخمسة، أنا عندي مجموعة الصور دي تسمى المدى، يعني هنا المدى بتاعي هنا ثلاثة وخمسة. طيب س تسمى المجال وص تسمى المجال المقابل، وبالتالي هو بيقول لي مجموعة الصور هنا بتسميها إيه؟ المدى. الدالة دالة س يساوي سينوس خمسة ناقص ثلاثة سينوس أربعة يساوي واحد من الدرجة، طبعا درجة بتاعتها أعلى باور أو أعلى أس هنا الخمسة، وبالتالي من الدرجة الخمسة. طيب هنا كمان قبل ما اجيب الدرجه بتاعتها لازم احطها في ابسط صوره، يعني اوزع كده ادخل س تضرب س في س تربيع بس تكعيب وس في ناقص 3 بناقص 3 س، يبقى كده اعلى اس هنا الثالثه يبقى من الثلاثه من الدرجه الثالثه. كمان هنا لازم ادخل الاشاره دي على الايه على القوس، يعني هتبقى س تربيع ناقص س تربيع ناقص جذر 5، وبالتالي هتخلص مع س س تربيع هيبقى كله يساوي جذر 5، اي ان دي س اس صفر عشان تبقى بواحد، يبقى كده دي من الدرجه الصفريه. يبقى وده بنسميه الحد المطلق، يعني درجه الحد المطلق هو الدرجه الصفريه، لو جيت ثلاثه بس يبقى الدرجه بتاعت العنصر ثلاثه مثلا من الدرجه الصفريه، لان انا هعتبر ان في رمز اس صفر. واحد. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعديه بيقول لي اذا كانت داله س يساوي خمسه فان داله سالب ثلاثه ودي داله ثابته، ماليش دعوه باي رقم هنا هيطلع لي خمسه. هيشتغل لي شغل كتير عليها بس انا اعرف ان اي رقم هنا هيطلع لي خمسه، يعني س هنا ناقص 3 تطلع بخمسه، طب س لو 3 تطلع بخمسه، س لو 4 تطلع بخمسه، س جذر يبقى الداله الثابته قيمتها 5، وبالتالي داله سالب 3 هيساوي 5. طب الداله داله س يساوي 2 يبقى كده اي رقم هنا ب 2، يعني داله 3 دي تطلع ب 2 وداله 1 ب 2، يعني 2 ناقص 2 تدي 0. طب اذا كانت الداله داله س يساوي 5 س ناقص 7 فان داله 3 هنا دي داله من الدرجه الاولى هعوض عن س ب 3، يعني هتبقى 3 في 5 الفال بتاعي هتبقى 5 في 3 ب 15 ناقص 7 كده هيساوي 8. طيب اذا كانت الداله داله س يساوي 6 س يبقى كده هنعوض، طبعا الداله مش ثابته ولكن داله متغيره من الدرجه الاولى، يبقى داله 2 6 في 2 12. طب داله نيجي في 2 يبقى 6 في نيجي في 2 يبقى بيساوي سالب 12، يعني داله 2 ب 12 ناقص سالب 12، خلي بالك في ناقص وفي سالب، دي ناقص وده سالب 12، يبقى كده هتبقى 12 في 12 زائد 12 يبقى هيبقى 24. طب داله الواحد هنا بكام؟ 1 تربيع ب 1 ناقص 1 يبقى هيساوي 0.
طيب إذا كان دالج سين هيساوي سين تربيع ناقص جذر السين، فإن دالج جذر السين بكم؟ أنا عندي نفس الحكاية، أنا هقول والله سين عوض عن السين بجذر السين، يعني هتبقى السين تربيع هتبقى جذر الاثنين الكل تربيع ناقص جذر اثنين في جذر اثنين. كده دي جذر اثنين تربيع، جذر في روحها تطلع روحها يعني دي باثنين، وجذر اثنين بجذر اثنين برضه باثنين وبينهم اشاره ناقص، يبقى اثنين ناقص اثنين هيساوي صفر. إذا كانت الدالة دال سين يساوي كاف سين زائد اثنين، وكانت دالة اثنين يساوي صفر، فإن كاف بكاف. هنا أعوض دالة سين كلها دي كده بصفر، يعني هشيل كلمة دالة سين كلها دي وأحط صفر. هيساوي، وبعدين أعوض بسين باثنين هنا. يبقى كاف اثنين باثنين كاف، وبعدين زائد اثنين، وبالتالي اثنين هتروح الناحية الثانية بإشارة سالبة، يعني اثنين كاف هيساوي سالب اثنين، يبقى كاف هنا هيساوي سالب واحد عشان أقسم على الاثنين. يبقى كاف يساوي سالب واحد. الداله الخطيه المعرفه بالقاعده صاد يساوي 2 س ناقص 1 يمثلها بعينين خط يقطع محور الصادات في النقطه. انا عشان اجيب نقطه تقاطع الخط المستقيم مع محور الصادات نضع س بصفر، بالتالي هتبقى صاد هيساوي 2 في صفر ناقص 1، يعني صاد هيساوي سالب 1. يبقى النقطه بتاعتي اللي هي صفر وسالب 1. طيب الداله دالت س تساوي 3 س تمثل بعينين بمسقط يمر بالنقطه. طبعا هنا انا بعد ما درست المفروض اعوض انا بكل نقطه واشوف قيمتها، لكن انا بعد ما درست الداله وتكوين الداله في درس الميل اعرف ان ما فيش هنا جزء مقطوع، ما فيش جيم جزء مقطوع من محور الصادات، وبالتالي النقطه اللي تحقق المعادله دي هي نقطه الاصل هي الصفر والصفر. خلينا نشوف هنا نعوض عن الصفر والصفر، هلاقي نفسي لو حطيت دالت لو حطيت س بالصفر الداله تطلع بصفر برضه. لو حطيت س بصفر هنا تبقى 3 بصفر يساوي صفر، يعني واي بصفر. تعال نشوفه دالت ح هيساوي دالت س يساوي 3 س يمثلها خط بيانيا يمر بالنقطه سالب 4 وكام. انا هعوض على الس هنا سالب 4 واجيب قيمه ص، يعني هقول له هنا والله دي هيساوي 3 في سالب 4 النقطة دي يساوي 3 في سالب 4 يعني سالب 12. إذا كانت دالة س يساوي س تربيع، طيب وكانت س تنتمي إلى الفترة المغلقة سالب 2 و2، فإن دالة س تنتمي إلى الفترة، طبعا أنا إيه طالما تربعت هنا هاخد كل الأعداد بداية طبعا من الصفر، لأن أنا بيقول لي دالة س تنتمي إلى الفترة 0 و4، لأن أنا ما عنديش طبعا أنا هربع أي عدد سالب هيتربع يبقى موجب، يبقى أبدأ بالصفر و4 اللي هي الاختيار رقم ب. طيب إذا كان الشكل المقابل يمثل المخط السين من دالة س على نفسها، المدى هنا خلي بالك المدى هنا يساوي إيه؟ أ صورتها أ وب صورتها ألف وجيم صورتها ألف، هي مجموعة الصور كلها ألف، يبقى المدى هنا ألف. مين في المخططات دي لا يمثل دالة؟ طبعا لابد أن يكون هناك صورة واحدة تمام لكل عنصر، يعني الواحد هنا صورته خمسة والاثنين صورته خمسة وثلاثة صورته مش وثلاثة صورتها خمسة، يبقى كل عنصر له صورة. كل عنصر له صورة واحدة فقط. وبالتالي اقدر اقول ان الداله الاولى شغاله معايا دال تمثل دال. طيب وهنا برضو الواحد له صوره واحده والاثنين له صوره واحده والثلاثه له صوره واحده، اشتركوا بصوره واحده مفيش مشاكل. ولكن لما نشوف هنا مثلا الواحد صورته واحد والثلاثه صورتها اثنين والاثنين صورتها ثلاثه تمام كده برضو دالة، ولكن الشكل الاخير هنلاقي الواحد طلع منه سهم على الثلاثه والواحد طلع منه سهم على نفسه، يبقى واحد ليه صورتين، وبالتالي ما اقدرش اقول يبقى دي كده لا تمثل الداله، يبقى الاجابه بتاعتي هي الشكل ده. طب كل مما ياتي دوال كثيره حدود ما عدا، ما ينفعش المقام يبقى فيه مجهول، وبالتالي الداله بتاعتي التي لا تمثل داله كثيره حدود هي الداله جيم التي فيها عشان فيها ثلاثه على س.
يبقى الاختيار بتاعي الاختيار رقم ج. طيب تعال نشوف إذا كانت س يساوي 1 و2 و3 وص يساوي 3 و5 و7، أي من العلاقات الآتية تمثل دالة؟ واحد هنا ما يمثلش دالة لأنه طالع منه صورتين. هنا واحد طالع بصورة وثلاث صورة، ولكن اثنين ليس لها صورة، وبالتالي واحد هنا واثنين هنا وثلاثة هنا، كل واحد له صورة، وبالتالي الشكل الأخير هو الذي يمثل دالة. النقطة ألف وثلاثة تقع المستقيم الممثل للدالة، حيث دالة س يساوي 4 س ناقص 5. نشوف هنا دي هنحط ألف تبقى بس وب بص، يعني أنا عندي هنعوض على كل س بألف، يعني الإجابة بتاعتي هنا هتبقى دالة س اللي هي بثلاثة هيساوي 4 ألف ناقص 5. أود الخمسة الناحية الثانية إشارة موجبة، وبالتالي 4 ألف هيساوي 3 زائد 5 هيساوي 8، هقسمها على الأربعة يبقى ألف هنا هيساوي 2، الاختيار الثاني. إذا كانت نقطة 2 أس س 27 تساوي 32 وسط تكعيب، خلي بالك 2 أس س دي هخلي ال 32 2 أس حاجة برضو، يبقى هساوي ال 2 أس س بال 32 اللي هي 2 أس 5، وبالتالي س هيساوي 5 في الحالة. طيب ص تكعيب بيساوي 27، وبالتالي ص هيساوي 3، يعني انا س هتساوي 5 على الثلاثة. النقطة 7 و6 تقع على محور السينات، فإن 5 س زائد 1 بكام؟ طبعا طالما تقع على محور السينات يبقى ص بصفر، يعني س بصفر في الحالة دي، وبالتالي دي مشيت يبقى هيساوي يبقى كده ايه دي؟ فإن 5 س زائد 1 هيساوي 1. تعال نشوف إذا كانت س الأسئلة المقالية ب 2 3 و2 وص ب 4 و3 وع ب 4 و5، أوجد س ضرب ص، يعني أنا هنعمل إيه؟ هنجيب س، أحط س الأول عشان ما أتلخبطش، وهحط ص بعد كده، وهبدأ أقول 3 و 3 مع الأربعة، هختار المجموعة بتاعتي 3 و 4 وبعدين هقفل، هاخد الثلاثة مع الثلاثة هقفل، وبعدين هاخد الاثنين مع الأربعة وبعدين هقفل، وبعدين هاخد الاثنين مع الثلاثة وبعدين أقفل المجموعة خالص. طيب عاوز عين مضروبة في س تقاطع ص، الأول أجيب س تقاطع ص، المشترك الموجود س وص اللي هو الثلاثة، الثلاثة موجودة هنا والثلاثة موجودة، يبقى كده ده المجموعة دي استغنى عنها بثلاثة. طب عين اللي هي أربعة وخمسة، يبقى مرة الأربعة مع الثلاثة، شوف أنا عندي ودي الأربعة، مرة الأربعة مع الثلاثة ومرة الخمسة مع الثلاثة، يبقى هديني زوجين مرتبين أربعة وثلاثة وخمسة وثلاثة. طيب س فرق ص اللي موجود في س ومش موجود في ص، الثلاثة موجودة ولكن الاثنين مش موجودة، يبقى الإجابة هنا إجابة القوس ده مجموعة اثنين. طب المجموعة الاثنين هنضربها في عين، يعني مرة الاثنين مع الأربعة ومرة الاثنين مع الخمسة، بالتالي هتكون 2 و4 والزوج 2 و5. طيب لما نشوف الفرق بتاعنا احنا لسه جايبينه من شويه بثلاثة ب2، معلش عذر، يعني قلت لك ايه اللي موجود في س ومش موجود في ص، قلنا الاثنين. طيب يبقى المجموعه 2 اللي المفروض ده حاصل ضرب المجموعه 2 مضروبه في ص فرق عين، ايه اللي موجود في ص ومش موجود في عين؟ طبعا الاربعه موجوده، يبقى الموجود في ص الثلاثه، يبقى الاثنين مضروبه في الثلاثه، يعني هيساوي 2 و 3. طب اذا كانت س ضرب ص ضربهم هو عاد، فبيقول لك هات س وبعدين هات ص وبعدين شوف ايه المطلوب تاني. طيب انا س هاخد المسقط الامامي يعني 2، وبعدين اخش هنا الاقي 2 واخدها، وبعدين 4، وبعدين في زوج ثاني 4 يبقى س خلاص 2 و4. طب ص هاخد المسقط الثاني اللي هو الثلاثة والواحد، طب هنا واحد وثلاثة كده خلاص كده ص خلص. طيب ص ضرب س يعني الثلاثة والواحد، أنا ممكن أجيبهم من هنا على فكرة، ثلاثة والواحد ضرب المجموعة الاثنين وأربعة، ثلاثة والواحد ضرب الاثنين والأربعة. طيب ثلاثة ضرب اثنين
يعني كده هضرب 3 وال2 وال3 وال4 الواحد وال2 الواحد وال4 3 وال2 3 وال4 واحد واثنين واحد واربعة وبعد كده لنا مج في القوس ده. طب عاوز صار اثنين، صار اثنين انا عندي صار ثلاثة، ثلاثة واثنين يعني ثلاثة واثنين ضرب ثلاثة واثنين يعني ثلاثة، ثلاثة وثلاثة مرة ثلاثة مع ثلاثة ومرة ثلاثة مع الاثنين يعني ثلاثة وثلاثة ثلاثة واثنين مرة اثنين مع ثلاثة اثنين وثلاثة ومرة اثنين مع الاثنين يبقى ثلاثة ثلاثة وثلاثة وبعدين 3 و2 وبعدين 2 و3 وبعدين 2 و2. طيب نون س 2 هو عاوز عدد عناصر في دي، هي س لوحدها بعنصرين يبقى 2 في 2 اللي هي هتبقى 2 في 2 هيبقى دي يديني 4 عناصر. هنشوف مثال س يساوي 1 و2 و3 وصار يساوي 3 و4 و5 وكانت عين علاقه. اشتغل على درس العلاقات، العلاقه بتاعتي ا زائد ب يساوي 6، اكتب بيان عينهم السلوب ومخطط سهمي واخر ديكارتي. طبعا انا هاخد من الس 1 واشوف يمشي معاه كام عشان يديني 6 1 و5. برضه الاثنين يبقى هاخد الاثنين والاربعه، ولو اخذنا الثلاثه يبقى 3 و3 يبقى عندي لي بيان عين. طب تمثيله في مخطط سهمي هعمل مستطيل واكتب فيه عناصر س ومستطيل واكتب فيه عناصر ص وابدا اطلع السهم من 1 إلى 5 وبعدين سهم من 2 إلى 4 وبعدين سهم اخير. طب الديكارتي هعمل برضو المحاوله بتاعتي 1 س افقي وبرضو الصالح هتبقى راسي واكتب الارقام بتاعتي 1 2 3 و3 و4 و5 و6 وابدا اشوف الواحد مع الخمسه والاثنين مع الاربعه اخيرا 3 مع 3. وتعال نشوف علاقه اخرى ا تلت ب. طيب ا تلت ب دي يعني ايه؟ يعني لو خدت ا ب1 يبقى ب ب3، لو خدت ا ب2 يبقى ب ب6، كده 3 مرات يعني. تعال نشوف مثلا من العلاقات، انا لو عندي 1 يمشي مع 3، الاثنين مع الستة، الثلاثة ليها صورة أخرى وهي التسعة. يعني أنا أخذت الصور بتاعتها. تعال نشوف التمثيل البياني. طب هي بيقول لي هنا هل عندنا دالة لأن كل عنصر من عناصر س ظهر مرة واحدة فقط كمسقط أول في بيانين. تعال نشوف المخطط السهمي، ممكن أقول له دالة لأن كل عنصر من عناصر س له صورة واحدة فقط من عناصر ص. طيب إذا كانت س هيساوي 0 وثلث ونص وواحد واثنين وثلاثة وكانت عين علاقة على س حيث أ علاقة الب تعني أن أ معكوس ضرب الب أو أ ب يساوي 1، اكتب بيان عين ومثله. هل العلاقه داله ولا لا؟ خلي بالك المعكوس الضربي، خلي بالك في حاجه مهمه جدا، لو معاك صفر تخلي بالك ليه؟ لان انا لو اخذت الصفر مثلا انا عندي ده، هل الصفر معكوس ضربي؟ الصفر ليس له معكوس ضربي وبالتالي ما اقدرش اقول الصفر اللي صوره. طب الثلث 3، النص 2، الواحد 1، الاثنين نص، والثلاثه ثلث، ولكن العلاقة ينقصها الصفر وبالتالي العنصر صفر له ليس لا يوجد له معكوس ضرب، لا ليست دالة ولكن وبالتالي ما لهاش مدى وبالتالي لكن اقدر ارسم المخطط ارسم بس اتجاهل الصفر ما لهش صورة وبالتالي العلاقة ليست دالة. طيب تعال نشوف مثال ثاني. إذا كان بيان الدالة دالة هيساوي 1
وثلاثة اثنين وخمسة ثلاثة وسبعة أربعة وتسعة خمسة وحداشر، اكتب كلا من مجال ومجال الدالة دال، اكتب قاعدة الدالة دال. طبعا المجال أنا أقدر أخذ المجال هو أنا أصل فين، الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة. طيب المسقط أول من كل زوج، ثم المدى أخذ المسقط الثاني اللي هو الثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة والأربعة، ولكن ما أقدرش أجيب المجال المقابل، لأن المجال المقابل هو أعرف منه المدى، لكن كل العناصر الثانية ما أقدرش أحكم عليها إيه. طب قاعدة الدالة دي، قاعدة الدالة أنا ممكن أجيبها من الميل وممكن أجيبها من خلال التجريب. يعني أنا عندي مثلا الواحد هنجمع الاثنين يبقوا ثلاثة، لكن الاثنين لو جمعنا عليها اثنين ما تبقاش خمسة، وبالتالي ما ينفعش نقول إن الألف يساوي ب زائد اثنين. ولكن تعالى نجرب، طيب لو خدنا الألف مرتين يعني والب مرتين، واحد واحد زائد واحد، ففعلا هنلاقي العلاقة بتاعتي اثنين واثنين أربعة، ونجمع عليها واحد خمسة، ثلاثة وثلاثة ستة، نجمع عليها واحد سبعة، أربعة وأربعة ثمانية، نجمع عليها واحد تسعة، خمسة وخمسة عشرة، نجمع عليها واحد يبقى 11. طيب تعال نشوف مسألة مهمة من مسائل الكتاب، بقول لك لو عين يساوي ألف وثلاثة وب وواحد وخمسة وواحد، ودي كانت دالة، العلاقة دي دالة. طب بناء عليه طالما هي دالة العنصر الخمسة ما ينفعش يظهر لا ألف ولا ب، يعني أنا هنا ألف يا إما واحد أو ثلاثة، وب يا إما واحد أو ثلاثة. طيب يبقى المدى بتاعي زي ما احنا عارفينه اللي هو الثلاثة، الثلاثة والواحد والخمسة عناصر، المدى بتاعي الثلاثة والواحد والواحد، يعني الثلاثة والواحد. طيب هنا كده بيقول لي ايه، طالما هي دالة يبقى ألف يا إما بثلاثة و يا إما واحد، وبالتالي ألف زائد ب، ألف يا إما بثلاثة، واحد زائد ثلاثة يديني أربعة، أو أربعة زائد واحد أو ثلاثة زائد واحد يديني برضه أربعة. تعال نشوف التمثيل البياني للدالة دي. الدالة دالة س يساوي 2 س ناقص 1، أنا هعوض عن قيم صفر عن قيم س، مرة بصفر، مرة بواحد، مرة باثنين، أو أي قيم ثانية، يعني 2 في صفر صفر ناقص 1 سالب 1، 2 في 1 باثنين ناقص 1 1، 2 في 2 ب 4 ناقص 1 3. عشان نجيب بالتالي أنا هاخد النقاط صفر وسالب 1 زي ما أنا هعملها هنا، خد نقطة صفر وسالب 1، 1 و1، وبعدين كمان معي 2 و3، وبعدين عشان اجيب نقطة تقاطع الخط المستقيم مع محوري السيادات نتبع الآتي. مع محور السيادات نضع س يساوي صفر ونعوض، وبالتالي دالة س كده احنا نستخدم القانون اللي هي ايه؟ الصفر والباء، يبقى صفر وسالب 1. كما نقطة تقاطع الخط المستقيم مع محور السيادات اللي هي تبقى سالب ب على ألف وصفر، يعني سالب سالب واحد يعني إيه نص وصفر. ولكن حل التعويض حل يفضله أكثر كثير من الطلبة، وبيقول لي أنا لو حطيت عندما س بصفر نجيب نقطة تقاطع مع محور السيادات، بالتعويض ضلت صفر يساوي اثنين في صفر ناقص واحد يساوي سالب واحد، وبالتالي نقطة تقاطع مع محور السيادات هي صفر سالب واحد. اما لو حطيت صاد هي بصفر اللي هي دالة س يعني 2 س ناقص 1 سويتها بالصفر وديت الواحد الناحيه الثانيه بالموجب وبعدين قسمت على الاثنين يعني س بنص، وبالتالي نص وصفر هي نقطه تقاطع مع محور تقاطع الخط المستقيم مع محور السينان. طيب في حاله الداله التربيعيه عاوزين نجيب نقطه راس المنحنى القيمه الصغرى العظمى معادله محور التماثل. أنا عندي هاخد الفترة بس بتاعتي، هو قال لي الفترة صفر وأربعة، يبقى هاخد الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة وأبدأ أعوض بيهم، هتطلع قيم للصاد الناحية الثانية، هتبقى القيم بتاعتي موجودة الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والصاد بتاعتها أهي. هلاحظ إن القيم هنا بتاعتي مقسومة
نصين حول النقطة دي، يبقى النقطة دي نقطة رأس المنحنى. بين الرسمة هنا دي اسميها نقطة رأس المنحنى، اللي هي نقطة 2 وسالب 1، وهي قيمة صغرى لأن المنحنى مفتوح أبورد، منحنى مفتوح لأعلى. يبقى معادلة محور معادلة محور التماثل هطلبها مني طبعا، س بكام؟ س هنا ب 2. طب القيمة الصغرى طبعا ص سالب 1. وصلنا لسؤالنا الأخير، وبيقول لي هنا الشكل المقابل لمثل المنحنى للدالة ميم دالة س يساوي ميم ناقص س. مطلوب مني نجيب قيمة ميم، وبعدين نجيب معادلة نجيب محيط المثلث الذي هو أ ب ج. الأول عشان أجيب ميم أقول النقطة أ، النقطة طبعا أ بتاعتي أقدر أجيبها. أ بجيب كام؟ أ دي تقطع محور الصادات، وبالتالي س بتاعها معروفة صفر وإيه وص. طب ما صار هنا أربع وحدات، يبقى صفر وأربعة. هعوض بيها بالمنحنى بتاعي، يعني عندما س بالصفر دالة س بأربعة. يبقى ميم ناقص صفر تربيع هيساوي أربعة، بالتالي ميم هيساوي أربعة، بالتالي دالة س هيساوي أربعة ناقص س تربيع. طيب أنا النقطتين دول تقعان على معادلة س تربيع، وبالتالي هتبقى كام؟ الصاد بتاعها هتبقى دي س وصفر، والنقطة الثانية هتبقى متماثلة معها سالب س وصفر. يبقى كده دالة س هي اللي تساوي بصفر المرة دي، يعني 4 ناقص س تربيع يساوي صفر، يبقى س تربيع يساوي 4، يعني س ليها قيمتين. طيب ب هنديها قيمة، يعني ب 2 وصفر، وج في الحالة دي هتبقى سالب 2 وصفر. يبقى ب 2 وصفر وج سالب 2 وصفر. طب تعال نرسم المثلث ثاني. ألاحظ إن أنا عندي المثلث له اللي هو المر بالنقود أ وب وج، هحدده باللون الأحمر ده كده. ليه قاعدة والارتفاع؟ القاعدة ب ج والارتفاع من أ واو. طب أ واو أنا عارفه بأربعة، طب وب ج؟ ما أنا عندي هنا اتنين واتنين، يبقى أنا عندي ده اتنين وده اتنين برضه بأربعة، يبقى نص في أربعة. طبعا نص القاعدة في الارتفاع، نص في أربعة في أربعة، يعني أربعة في أربعة في 16، نص 8، يعني ده 8 وحدات 8 وحدات مربع. وبكده أبنائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية أكون وصلت معكم إلى نهاية الجزء الأول من المراجعة، وفي رجعنا على أهم نقاط الوحدة الأولى. إن شاء الله نلتقي قريبا في مراجعة للوحدة الثانية أو الثالثة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأي تعليقات منتظرها من حضرتك.